ازاي تغير لغة برنامج الاكسل لأي لغة انت عايزها. كل عليك هتيجي عند فايل بالشكل ده، وهتيجي عند اوبشنز، وهنا هتختار لانجويج، وبعد كده هتيجي عند اللغات من هنا كده وتختار اللغة اللي انت عايزها، ولكن اللغة دي، وتقعد كده تقول له اد، تضغط على اد، هتظهر معانا هنا كده بالشكل ده كده، تقول له اد، وبعد كده هتبدأ تظهر معانا هنا كده تقول له اوكي، هتلاقي البرنامج اتحول معاك للغة اللي انت اخترتها.